ربات احنا بنعمل لكم رحبات وصوت في وسط قطع حشرات انتوا وانتي نجحتي في المدرسة؟ أكيد. أصحابي دي مفاجأة بابا لينا عشان احنا شاطرين ونجحنا في المدرسة. هنروحوا فين بقى؟ أنجل سادس. إيه؟ أنجل سادس. بس قبل ما نبدأ الفيديو اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد وحكايات أدومي ولايكات. واللايك. ولا ولايكات إيه؟ روح بقى عند بابا كده عشان نلعبه قدامه. يلا يلا نرجع شاطره شاطره
زي ما انت ما تخافيش. شاطر. لما تعوزي توقفي هتوقفي منين؟ يا ماما الكلب. ما تخافيش يا ماما. يا ماما انت هتعملي ايه دلوقتي؟ هسوق العجله. يلا يلا. ماما تعالي بقى نروح مكان تاني. ايه ايه ده تقولي ايه؟ كنت انت بتقولي ايه؟ زين ابوك صدق فاتك يا ماما. يلا قولي قولي لك كتير كتير يا اصحاب. لايكات كتير كتير يا اصحاب. اهو ادم جاي. يابا لايكات كتير. ها ها اشتركوا يا اصحابي في القناه. انتوا بتلفوا حوالين بعض ليه؟ هيتي كلهم العجل كل عجل اصحابي المكان ده. استنى استنى عايز اطلع لورا تاني. اصحابي تعالوا في المكان ده عشان ادم تعالى نطلع لورا خالص. يلا يلا خالص خالص. يلا بينا. بس اسوق جامد. يلا يلا اسوق جامد جامد قوي. بص خمسة عجلة. هو تمشينا عشان هتقلبك. زقتها ليه طب؟ أحسن؟ لا وقعت على الصفات. بجد؟ العجلة بتاعتي وقعت على الصفات. خلي بالك هفتد رجليها في الأرض. بص يا ليه شفت اول حركه دي فرامل. دي فرامل. ايوه اهي. ايوه اهي. طب يلا بنروح الملاهي. يلا اصحابي عايز اقول لكم حاجه. قول. انا مشكل على فكره في كلاب هنا غاليه كتير من صاحبها ومنهم شفت كلاب هاسكي اللي هي غاليه قوي. فايه رايكم لو اخدنا واحد هتتنطط فوق. ايوه بصي احنا هنغني المهرجان ده وانت ان انا مفروض يا عم على الله كده. اي بليز اوبن الكاميرا مستر دي جي محمد. احنا بنعمل لكم احباط وصوت في وسط قطيع حشرات. انتوا هو ده صاحبه؟ ما حدش بيخش من هنا. تعالي من هنا العبي من هنا. لا لا مش مهم اطلعي اطلعي.
مسابقة. أيوه.
ايوه عادي، ولما النور يقطع ولما النور يجي برضو هنلعب عادي. ايوه صح صح. لبكره برضو هنلعب برضو. ايوه تعالى نشوف هو فين. عايزين تأجروا عجل تاني؟ اه. بينك برضو ولا تأجري له ايه؟ لا هأجره لو في حاجة حلوة هأجر. ايه؟ ايه يا قاد؟ لقيت ايه؟ بكام؟ طب ما حلو. طب ما انا مأجره لكل عجله كده ربع ساعه ب30. ماما هاتي فلوس. ماما انا عايزه اكتر من هنا، عايزه اكتر من هنا. تعالي نروح كده. بابا بابا فين؟ لسه ندعو عليه. ننشي عليه وهو يطلع لك. بابا الكوكه كانت راكبه. اه وكان انا بقى هسميك ادم الكوه. وكان راكبه الجاموسه دي اللي بتعمل كده وتوقع. لا ركبتها برضو، ركبتها وقعدت كتير. ايه ركبت الجاموسه اللي هي بتفضل تعمل كده دي ومسكت فيها جامد وعرفت اعمل بجد. مش عملناها قبل كده عشان انت بقى قوي. انا هسميك ادم الكوه. اسميكي لولي الكوة؟ لا لولي الكوة ايه؟ هيمشي. ماما دي مجرد بس رجل بس يرفع بتاعه دي هتصور. انا بس بعمل كده. يا رب يعدينا من قدام بابا. ماما ايه رايك ماما كنت ماسك في البتاع جامد؟ ولايكات كتير 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 كتير.